اتوقع الارجنتين بيفوز، بس يلا عندنا امل فرنسا، اتمنى فوز فرنسا، بس عاد اللي يحصل يحصل. الف الف مبروك لفوز الارجنتين، متواجدين اليوم في مرسول بارك لحضور نهائيات كاس العالم. خلونا نشوف اجواء الحماس مع بعض. اتكلم صوتي رايح. ميسي جابه، ميسي جابه، ميسي 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 كتب التاريخ، ميسي تعدى، قفل على كرة القدم، خلاص ميسي كرة القدم انتهت، الأفضل تاريخيا، خلاص خلاص ميسي الأفضل في تاريخ كرة القدم. صراحة المباراة كانت مرة حماسية، كانت مرة تخوف، يعني كنا فايزين من البداية وبعدين سجلت علينا أهداف بس في الأخير ميسي سواها. أنا كثير انبسطت اليوم، يعني اللي فعلا أكثر من 30 سنة بستنى هاي اللحظة، ومبسوط مع عائلتي ومبسوط مع أولادي. I'm so happy and we won, I'm very happy. حقيقة مباراة مرة ممتعة، مكان كثير حلو، عن جد الأجواء بتجنن، إن شاء الله كل سنة تاني يكون هيك مش كل 4 سنين. طبعا هون نحن اجينا عاده نحضر المباريات بالبيت، بس لانه هون الاجواء حماسيه فحبينا نحضرها مع الجمهور كانه نحن موجودين بقطر. الجمهور جدا بحمس، كثير مبسوطين بهالاجواء، كثير حلو المكان والاتموسفير كثير حلو والفايبس كثير كان حلو، تحمسنا كانه عم نحضرها لايف بقلب الملعب. الاجواء كثير حماس، الحمد لله كان فوز الارجنتين متوقع.